بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. الباب الثاني في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية بعنوان اختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام وأهبط منها، هل هي جنة الخلد أو جنة أخرى غيرها في موضع عال من الأرض؟ تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. عدت لحضراتكم فيما يتعلق في الجنة التي أسكنها آدم، هل هي جنة الخلد أم جنة أخرى كانت في موضع عال من الأرض؟ هناك أربع أقوال. القول الأول، قال منذر ابن سعيد في تفسيره: وأما قوله تعالى لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة، الآية 35 سورة البقرة والآية 19 سورة الأعراف، فقالت طائفة: أسكن الله آدم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة، وقال آخرون: هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها، ليست جنة الخلد. قال: وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به. وقال أبو الحسن الموردي في تفسيره: واختلف الناس في الجنة التي أسكناها على قولين، أحدهما أنها جنة الخلد، الثاني أنها جنة أعدها الله تعالى لهما وجعلها دار ابتلاء، وليست هي جنة الخلد التي جعلها دار جزاء. ومن قال بهذا اختلفوا فيه على قولين، أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما منها، وهذا قول الحسن، الثاني أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهي عنها دون غيرها من الثمار، وهذا قول ابن بحر، وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بصواب ذلك، هذا كلامه. وقال ابن الخطيب في تفسيره المشهور: واختلفوا في الجنة المذكورة في هذه الآية هل كانت في الأرض أو في السماء، وبتقدير أنها كانت في السماء، فهل هي الجنة التي هي دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخرى؟ فقال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصبهاني: هذه الجنة في الأرض. وحمل الإهباط على الانتقال من بقعة إلى بقعة، كما في قوله تعالى: اهبطوا مصرا واحتجاجا عليه بوجوه. القول الثاني، وهو قول الجبائي، أن تلك الجنة كانت في السماء السابعة. والقول الثالث، وهو قول جمهور أصحابنا، أن هذه الجنة هي دار الثواب. وقال أبو القاسم الراغب في تفسيره: واختلف في الجنة التي أسكنها آدم، فقال بعض المتكلمين: كانت بستانا جعله الله تعالى له امتحانا ولم تكن جنة المأوى. وذكر بعض الاستدلال على القولين. وعلى ذكر الخلاف أيضا، أبو عيسى الرماني في تفسيره واختار أنها جنة الخلد، ثم قال: والمذهب الذي اخترناه قول الحسن وعمرو وواصل وأكثر أصحابنا، وهو قول أبي علي وشيخنا أبي بكر عليه أهل التفسير. واختار ابن الخطيب التوقف في المسألة وجعله قولا رابعا، فقال: والقول الرابع أن الكل ممكن والأدلة متعارضة، فوجب التوقف وترك القطع. قال منذر ابن سعيد: والقول بأنها جنة في الأرض ليست جنة الخلد قول أبي حنيفة وأصحابه. قال: وقد رأيت أقواما نهضوا لمخالفتنا في جنة آدم عليه السلام بتصويب مذهبهم من غير حجة إلا الدعاوي والأماني، ما أتوا بحجة من كتاب ولا سنة ولا أثر عن صاحب ولا تابع ولا تابع التابع،
ولا موصولا ولا شاذا مشهورا. وقد أوجدناهم أن فقيه العراق ومن قال بقوله قالوا إن جنة آدم ليست جنة الخلد، وهذه الدواوين مشحونة من علومهم ليسوا عند أحد من الشاذين بل بين رؤساء المخالفين. وإنما قلت هذا ليعلم أني لا أنصر مذهب أبي حنيفة، وإنما أنصر ما قام لي عليه الدليل من القرآن والسنة. هذا ابن زيد المالكي يقول في تفسيره: سألت أبا نافع عن الجنة أمخلوقة هي؟ فقال: السكوت عن الكلام في هذا أفضل. وهذا ابن عيينة يقول في قوله عز وجل: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، طه 118، قال يعني في الأرض. وابن نافع إمام وابن عيينة إمام، وهم لا يأتوننا بمثلهما ولا من يضاد قوله قولهما. وهذا ابن قتيبة ذكر في كتاب المعارف بعد ذكر خلق الله لآدم وزوجه قال: ثم تركهما وقال: أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وتسلطوا على أنوان البحور وطير السماء والأنعام وعشب الأرض وشجرها وثمرها. فأخبر أن في الأرض خلقه وفيها أمره، ثم قال: ونصب الفردوس فانقسم على أربعة أنهار، نيحون وجيحون ودجلة والفرات. ثم ذكر الحية فقال: وكانت أعظم دواب البر، فقالت للمرأة: إنكما لا تموتان إن أكلتما من هذه الشجرة. ثم قال بعد كلام: ثم أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التي منها أخذ. ثم قال: قال وهب: وكانت مهبطه حين أهبط من جنة عدن في شرقي أرض الهند. قال: واحتمل قابيل أخاه حتى أتى به واديا من أودية اليمن في شرق عدن فكمن فيه. وقال غيره فيما نقل أبو صالح عن ابن عباس في قوله: بطء، هو كما يقول هبط فلان أرض كذا وكذا. قال منذر بن سعيد: فهذا وهب ابن منبه يحكي أن آدم عليه السلام خلق في الأرض وفيها سكن وفيها نصب له الفردوس، وأنه كان بعدن، وأن أربعة أنهار انقسمت من ذلك النهر الذي كان يسمى فردوس آدم، وتلك الأنهار بقيت في الأرض لا اختلاف بين المسلمين في ذلك، فاعتبروا يا أولي الألباب. وأخبر أن الحية التي كلمت آدم كانت من أعظم دواب الأرض، ولم يقل من أعظم دواب السماء، فهم يقولون إن الجنة لم تكن في الأرض وإنما كانت فوق السماء السابعة. ثم قال: وأخرجه من مشرق جنة عدن، وليس في جنة المأوى مشرق ولا مغرب لأنه لا شمس فيها. ثم قال: وأخرجه إلى الأرض التي أخذ منها، يعني أخرجه من الفردوس الذي نصب له في عدن في شرق أرض الهند. وهذه الأخبار التي حكى ابن قتيبة إنما تنبئ عن أرض اليمن وعن عدن وهي من أرض اليمن. وأخبر أن الله نصب الفردوس لآدم عليه الصلاة والسلام بعدن، ثم أكد ذلك بأن قال: التي لأربعة الأنهار ذكرناها منقسمة عن النهر الذي كان يسمى فردوس آدم. قال منذر: وقال ابن قتيبة عن ابن منبه عن أبي هريرة قال: واشتهى آدم عند موته قطفا من الجنة التي كان فيما بزعمهم على ظهر السماء السابعة وهو في الأرض، فخرج أولاده يطلبون ذلك له حتى بلغتهم الملائكة موته. فأولاد آدم كانوا مجانين عندكم إن كان ما نقله ابن قتيبة حقا، يطلبون لآبيهم ثمر جنة الخلد في الأرض. قال: ونحن
لم ننقل غير ما قال هؤلاء، ولو كانت جنة الخلد لخلد فيها، ونحن استدللنا من القرآن، وغيرنا قطع وادعى بما ليس له عليه برهان. فهذا ذكر بعض أقوال من حكى الخلاف في هذه المسألة، ونحن نسوق حجج الفريقين إن شاء الله تعالى، ونبين ما لهم وما عليهم. أما عن حجج من اختار أنها جنة الخلد التي يدخلها الناس يوم القيامة، نلتقي بعد هذا الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.